لأن مكة المكرمة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، فهي محط اهتمام لولاة الأمر، فهناك مشاريع خدمية تقوم بها حكومة المملكة، من ضمنها شبكات الطرق الداخلية والسريعة، والتي تدخل في نطاقها شبكة الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والبالغ عددها أكثر من 60 نفقاً ما بين أنفاق للمشاة وأخرى للسيارات. طبعا الطبيعه هذه فرضت فعلا يعني بدات الحكومه بسخاء لتوفير كافه متطلبات الدعم المادي والدعم اللوجستي والدعم المالي لما يستلزم طبعا التكاليف. احنا نعرف يمكن كانت الانفاق هذه تنفذت على عده مراحل، يعني يمكن على مدار ال 20 ال 25 السنه يمكن شبكه الانفاق اللي نفذت انا ما اتوقع انها نفذت في اي مدينه ثانيه في العالم. في عهد الملك خالد افتتح أول الأنفاق في عام 1399 هجرياً، وهي أنفاق السد للمشاة المعروفة بمحبس الجن بعدد 4 أنفاق بطول 1200 متر، وذلك لتسهيل حركة المشاة من ميناء إلى الحرم الشريف. بنتكلم في تقريباً خطة التنمية اللي هي الثانية اللي بدأت 95، تقريباً ما كان فيه يمكن إلا واحد النفقين أو ثلاثة أنفاق، الآن عندنا أكثر من 66 نفق، منها طبعا انفاق مشاة انفاق سيارات، اطوالها الاجماليه الان تقريبا اكثر من 34 الف كيلو متر. صور انت يعني التكلفه اللي بتكلفها الانفاق، واحنا عارف احنا تكلفه الانفاق هذه تكاليفها عاليه جدا، يعني التكلفه الاجماليه للانفاق هذه ما تقل عن تقريبا 3 مليار ونص او 4 مليار حتى ما صرف بس في الانفاق، غير طبعا شبكه الطرق الاخرى. يعد نفق كدي أجياد المصافي أطول نفق بطول 1712 متر، وأقصر نفق بمكة المكرمة هو نفق أجياد السد برحة المالية بطول 73 متر. تعتبر مجموعة أنفاق طريق الملك خالد أحدث الأنفاق إنشاءً، حيث سلمت لأمانة العاصمة المقدسة في عام 1425 من السنة الهجرية. محمد المزيدي، الإخبارية، مكة المكرمة.